فسرينا بعبارة بسيطة طبيعة عملك، ماذا تفعلين وفي أي المجالات تتحركين، على ماذا تركزين هنا؟ تمام، نبدأ فيها إذا أحكي لك إياها قصة عشان أنا وياكي يكون المصطلحات اللي أنا رح أستخدمها. أنا بفكر الدكتوراه تبعتي كانت عن حركة الخلايا الطبيعية، خلايا اللي موجودة في جسمك، اللي موجودة في جسمي، اللي موجودة في جسم الجنين، كيف بتتحرك، كيف الجنين بتكون. هيك كان بحثي بالدكتوراه. لما رجعت على الأردن كانت الفكرة إنه هل نفس الأسئلة اللي بسألها للخلايا الطبيعية بقدر أطبقها على خلايا السرطان؟ فهاي كانت بدايات الحلم إني أنقل المعرفة في الخلايا السليمة للخلايا السرطانية. الأسئلة اللي بنسألها كيف الخلايا السرطانية بتقرر تتحرك؟ ليش بتقرر تتحرك؟ يعني السرطان حتى عندما تفهمون أسباب حركتها يمكن أن توقفوا. تمام. توقفوا هذه الحركة. تمام. بكلمات بسيطة، سرطان الثدي، الورم الأولي في الثدي لا يقتل. اللي بقتل وبيسبب 90% من وفيات السرطان هي لما السرطان الأولي يقرر يتحرك. فأنا الكلمة اللي ببحث فيها الحركة. طب ليش أصلاً خلايا الثدي قررت تتحرك؟ ليه تترك مكانها؟ وكيف عم تتحرك؟ ليش خلايا سرطان الثدي عندها مكانين ثلاثة فقط بتروح عليهم؟ هلا أنا إذا فهمت هي ليش بتترك مكانها، كيف بتترك مكانها، كيف بتختار المكان الجديد. هل تترك مكانها أم تنتشر؟ لأنه سرطان في الفهم العام مرادف لعبارة انتشار. الانتشار معناها حركة. الانتشار أنا في مكان أولي بترك هالمكان الأولي، بطلع منه وببدأ أنتشر. لكن حتى الانتشار للسرطان مش إشي عبثي. خلايا السرطان بتنقي وين تروح.